حول إنتاج الدبس والملبن والزبيب وكل هذا من ثمرة العنب. دعونا نتعرف على من يقوم بإنتاجها وصناعتها ومراحلها على وجه التحديد مع سيد محمد الهيموني في هذه اللحظات، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أسعد الله صباحك بكل الخير. صباح الخير. صباح الخير إليك ولجميع المشاهدين ولطاقم تلفزيون الفجر. صباحكم دبس، كيف هالصباح؟ صباحك. الله يسعدك يا رب، يعطيك الصحة والعافية. يعني أهلنا في خليل الرحمن كل الاحترام والتحدي والتقدير لكم وعلى إنتاجيتكم الرائعة دائما أبدا. يعني شوف علي، هاي صناعة تراثية، صناعة الآباء والأجداد، هو بالشي ما يعني إلا الـ إلا الـ الـ الإنسان يتدخل فيها. يعني إحنا محافظين عليها نعم من آلاف السنين منذ القدم. نعم. طب سيد محمد، شو اللي بتصنعوا بالضبط من ثمرة العنب؟ يعني أولا إحنا عندنا يعني أنواع العنب كثيرة، يعني تزيد عن 13 نوع عنب، وعنب الخليل معروف يعني هذا، يعني حتى ربنا بارك فيه لأنه هو من 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 بلد الأنبياء. وبالتالي هاي الثمرة مباركة. طبعا العنب بنباع عنب، بتاكل عنب. بتقدري انت تشتغلي فيه كل الشغلات، يعني ما منه اي نوع يكون فيه اي نوع من انه هذا يعني يخرب او يرتمى او انه ما ينفع. يعني طبعا بنفع للصيف وبنفع بالشتاء. وفاكهة بكل يعني بكل الاكثر من 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 نوع اطعمة بنعمل فيه. نعم. وخلينا نقول اذا ما نواجدش بفصل الشتاء زي وجوده بفصل الصيف، على الاقل الانتاجات. نعم. اللي بنصنعها منه موجوده. نعم. بتضلها بتضايل. نعم بالتاكيد. يعني خلينا نقول انه بشهر 10 تقريبا، او يعني خلينا نقول مع بدايات شهر 9 وبدايه شهر 8 وبدايه شهر 9 بتبلش العنب الابيض. يعني هو من شهر اب ببلش يقطف العنب، بس لما بيستوي العنب بهذا الشهر اللي هو أيلول بتسوى منه العنب الأبيض الجبس. مادة الجبس طبعا وملحقاتها، بتحكي عن الزبيب، بتحكي عن الخبيصة، بتحكي عن الملبن، بتحكي عن اللي بيسموها عنا العنبية. طبعا يعني كلها صناعات أغلبها بيتية. طب هذه الصناعات سيد محمد، سواء الدبس أو الخبيصة أو العنبية أو حتى الملبن، هل كل صناعة إلها نوع معين من العنب؟ لا، يعني هو العنب اللي بالعادة بيكون حلو بيطلع المية الكثيرة. مية العنب، مش المية، مش العنب المسقي بالمية، العنب اللي طالع من يعني من الطبيعة. السييل هو في مية. نعم. يعني في مية. نعم. نعم. لأنه هذا بيضل في الآخر هو في قلبه الإشي يعني الحلو والذوق الطعم اللي يعني بتحسي فيه إنه عن جد هذا عنب الخليج. يعني كيف أقول لك إنه لا بينفع هو لكل يعني كل الأنواع، بس في نسبة مثلا بسموه عنا العنب الزيني، هذا العنب الزيني هو يعني ميزة دائما الدبس بنعمل فيه. بالتالي بيطلع أكبر كمية إنتاجية يعني منتجة من المية، من مية العنب. طب على المستوى الشخصي، أنت بتشتغل في إنتاج هذه الصناعات من عام لآخر، وهذا العام على وجه التحديد شايف إنه الكميات عمالها بتزيد في صناعة هذه المنتجات، أم يعني في اختلاف عن الأعوام السابقة؟ يعني شوفي علي، السنة مثلا الإنتاج كان كويس، يعني إنتاج الحمد لله. الحمد لله كان كثير كويس، بس زي ما تقولي أسعار العنب كانت مثلا رخيصة، وهذا برضه بيساعد اللي بيصنعوا الدبس اللي بيشتغلوا فيه، اللي بيشتغلوا فيه بيسهل يعني عليهم انهم يصنعوا هاي، لانه كمان صناعه الدبس واي نوع من انواع العنب هو مكلف جدا وبياخذ وقت ويعني مصاريفه كثيره. وعكس الزيت البلدي مثلا لما بيقولوا انه بده ينباع مثلا السنه الزيت الزيتون ب 30 ولا ب 40 ما بنحط تسعيره للدبس، وبالتالي بتصير منافسه بالاخص للدبس اللي بيكون طبيعي 100% وخالي من السكر. لانه يعني احنا بنعمل انا بالتحديد يعني عشان لبيتي ولا يعني يكون مضمون، انا بعمله خالي من السكر تماما ممتاز. يعني 100%. وبالتالي هذا بيكون يعني مكلف علينا شوي، يعني اغلى بيكون، يعني الواحد يطلع تعبه. نعم يا دوب يطلع تعبه لانه هذا ايام بياخذ، بس السنه يعني كمان تسهل علينا شوي. كان زمان
ياخذوه بنفس الكرم تبع العنب العصروه وشيء زي هيك. السنه صار في معاصر يعني صار اسهل شوي. طب يعني هلا كل مناطق الخليل طبعا معروف ما شاء الله العنب اللهم زد وبارك يعني، وان شاء الله يزيد من مساحات المزروعه بالعنب في الخليل وفي كل المحافظات في الوطن، لكن من منطقه لمنطقه زي ما بنقول عندنا هون الزيت والزيتون في طول كرم في المناطق المرتفعه بيختلف عن المناطق الساحليه، والله هون حبه الزيتون ما شاء الله سيل فيها الزيت. في الخليل نفس الشيء، مثلا فينا نحكي انه الدبس في المنطقه الفلانيه هون مزبط معقود عقد، كيف هون التمايز؟ شوف علي، هو يعني عمليا اصلا وزاره الزراعه عندنا حسنت المناطق عندنا للزراعه يعني لطبيعه لطريقه الزراعه. مثلا تحكي الخليل المدينه او مثلا تحكي حلحول او تحكي مثلا بيت عمر سعير، المناطق هاي المرتفعه هاي بيكون فيها العنب كثير يعني جيد ومنتوج جيد. طبعا القرى او خلينا نقول الريف الغربي لانه المنطقه حاميه شوي بتقبل العنب، بس هي تصلح كمان لزراعه العنب، بس انه صنفتها وزاره الزراعه مثلا هذه لزراعه الزيتون، مثلا المناطق الشرقيه لزراعه اللوزيات، بس هي يعني شجره العنب بتصلح في اي مكان، بس اكيد المناطق الجبليه والمناطق البارده للعنب كثير يعني ممتازه وجيده. وبضل عندنا احيانا للموسم الثاني يعني للموسم ثاني طبعا، بس يعني مع 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 مصادره الاراضي ومع قله يعني مساعده المزارعين في هذه المزروعات بالتاكيد يعني كمان يعني الناس ما بتهتم بشجره العنب كثير، بتلاقي يعني قليله صارت حتى الزراعه يعني زراعه العنب والاهتمام فيه. طب مين اكثر اقبال على شراء مثل هذه المنتجات؟ يعني الحمد لله فلسطين عندها إنتاج وقادرة على تصدير الزيت والزيتون، لكن بخصوص الدبس وبخصوص مثلا الزبيب وبخصوص العنبية وهذه الأشياء، يعني في طلب عليها من خارج حتى فلسطين ومن يعني محافظات تانية؟ خلينا نقول إنه يعني كيف تقولي أنت الزيت عندكم يعني بيقضي حاجة الناس بتبيع، وإحنا الدبس تقريبا بيقضي حاجة الناس بس مش بالكميات الضخمة زي ما تقولي مثل الزيت يعني بيطلع بالدنيا يعني، بس الناس في العادة بتشتري مثلا اللي له أهل خارج البلاد بالأردن مثلا بدول أوروبا بأي محل بيشتاقوا لهاي المادة ولهاي المنتجات بنباع، طبعا دائما موجود على مدار السنة، بس زي ما قلت لك ميزة انه بكون كمان يعني خالي هذا من المواد الحافظة، لأنه احنا بنستعمل مادة فيه مادة اللي بسموها الحوار، وبالتالي هذه يعني هي مادة يعني حافظة لأصلا للدبس والتقيه، هذا كمان بتحفظه لمده طويله يعني ماده الدبس بتضل مخزنه ممكن لسنتين ولاكثر، بتضل يعني محافظه على نفسها ومحافظه على ذاتها. بس اكيد يعني فيش جهه انه الواحد مثلا يسوي انتاج وهي يعني تاخذ هذا الدبس وتسوقه للجهات الثانيه، هي بتصير توصيات للقرايب للجيران اللي ما عندهم شيء، للناس اللي مثلا ساكنه في عمارات، واليوم بتعرفي صارت كلياتها في عمارات ساكنه فيش مجال اصلا. صحيح وبالتالي بيشتروا يعني بيكون بموسم في بداية هذا الشهر مع دخول البرد، لأنه بحاجة الناس للطاقة لأنه مليء بالفوائد اللي يعني الفيتامينات يعني مادة كثير يعني ممتازة. نعم. طب على المستوى الشخصي سيد محمد، وما شاء الله أنت بتشتغل في هذه الصناعات، قديش تقريبا بتنتج يعني خلينا نقول موسميا؟ يعني انا ما فيش عليك مخبى، انا اللي انتجتهم هم السنه اللي عصرتهم 2 طن عنب ما شاء يعني الله، سوينا حوالي تقريبا يمكن مثلا 300 كيلو دبس. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، ويعني تعبنا فيهم احنا كنا اربعه نشتغل فيهم على مدار الاسبوع بين عصير وبين طبيخ، لانه هذا كمان انه في ميزه انه بينفعش على الغاز، لازم نطبخ على الحطب ما شاء الله. هذه زي طبيخ البندوره اذا بتتذكرها. نعم على الحطب، وبعدين ايش يعني ميزته انه لما العائله تتجمع وتشوف الدبس وهو بنطبخ الاولاد الصغار وانت بتعلميهم هاي تراث وتاريخ يعني. صحيح. طب سيد محمد، لانك ذكرت اكثر من مره العنبيه، شو هي العنبيه؟ العنبيه هي نفس العنب بنطبخ زي كيف بسموه المربى تبع التطلي او المربى. نعم التطلي او المربى. نعم هي هذه هي العنبيه، هي تسميه خليليه عنبيه. نعم لا احنا لسه بنسميها يعني العنبيه هاي جديده، احنا بنسميها عن طبيخ. ايش اسمها؟ الخليليه.
نعم عن طبيخ. عن طبيخ او عنب طبيخ يعني. حلو حلو والله، يعني في مصطلحات جديده هذا الصباح. عنبيه وعن طبيخ. عنبيه عشان من العنب، بس احنا هي باللهجه الخليليه عن طبيخ. يا عيني يا عيني. هون كمان سؤال اذا بالامكان تفيدنا عليه، البعض بيقول بنشوف قناني فيها عصير عنب، هذا العصير كم مدة حفظه؟ طبعا العصير الطازة. هذا عصير العنب في عندنا ناس بتعصره بالثلج وبالثلاجة، وفي اليوم المعاصر صارت تسويه مبستر، يعني مبستر يعني عصير عنب مبستر بتخبى برضه يعني بنحفظ بالثلاجة وبضل يصلح لا يعني لطول السنة وهم يستعملوا منه. يعني التاني ما هو مادة، بس انه العنب مجرد انعصر ممنوع ما ينغلاش على النار، لانه بصير مادة مش يعني مادة مش طبيعية، وهيك فورا بحمض وبصير مش طبيعي. صحيح. في له في هذا بتبستر، هذه المادة في لاماكنات خاصة ببستروها، احنا ما بنقدر نبسترها، بس احنا بناخذ الرووق اللي بنسويه قبل بيوم بنقدر نخزنه لعدة اشهر في داخل الثلاجة لتتسوى منه الخبيصة. يا سلام. لانه كمان الخبيصة لذيذة هاي في كل المواسم، يعني الخبيصة الخبيصة برضه من العنب. شو كيف وضعها؟ مية العنب يعني هي كيف احنا بنسوي الحلاوة بسميد. ايوه هي حلاوة بسميد، بس بدل ما تكون بالمية بتكون بالعنب. مية العنب. يعني مية العنب الصافي المروق قبل بيوم. هذا بدنا احنا استاذ محمد ما ناكلش سكر اسبوع عشان هيك ناكلنا خبيصة. نعم. بس بدي بالك يعني يوصى بالدبس كمان اللي معهم سكري، لو اكلوا دبس عادي كانك انت ماكل هذا الدبس اللي مش معمول بالسكر. مش معمول بالسكر. ايوه ايوه. بنسوي عليه سكر بلا خوف انه يعني يرمل او يجمد، بس يعني اللي بدي اشتري له كيلو 2 كيلو يقعدوا لهم شهر شهرين، ما بيحتاج انه يعني يرمل الدبس. وحتى الزيت البلدي في الشتاء يعني بتجمد وبصير يعني في زي التجمد والرمل، وبالعكس ذاكي اصلا يعني. يا عيني ريته صحة وهنا، وان شاء الله ربنا يزيد هذا الانتاج. اكيد احنا بنستغنيش، واحلى عالم واحلى ناس اهلنا في الخليل للامانه. كل الاحترام لكم. الله يسعدك يا ربي. استاذ محمد الهيموني مواطن خليلي، وهو يقوم بانتاج الدبس والزبيب والعنبية والخبيصة وامور اخرى من ثمرة العنب. كل التحية وكل الاحترام وكل التقدير، وانت بألف خير يا رب. الله يسعدك، مشكور جزيل الشكر. واحنا بنكمل معكم في مشوارنا وفي صباحاتنا. شوفوا اهل الخليل نغشين هيك كيف يعني بصنعوا الابتسامة غصب، فيش مجال. فيسعد صباحكم بكل الخير. ما تنسوا تشاركوا على سؤال التفاعلي بخصوص برأيكم لماذا الرجل بعض الرجال يقوموا بتخباية محفظتهم قبل الدخول الى المنزل او داخل المنزل. لكن في عندنا هنا ملاحظة. صباح الخير وفاء، حكيت لك قبل كم يوم عن القاعدة اللي على رصيف مقابل البريد، وخاصة على الدرج اللي بينزل على الشارع الكازية. امبارح كنت مروح مشي، قسما بالله انه 4 شباب مسكرين الدرج واثنين منهم رافعين رجليهم على الدربزين، وبنت كانت ماشي اضطرت تنزل على الشارع وليس عن الدرج، وهو ما كان يعرضها للتزحلق طبعا. وأنا هون بيقول قلت لهم لو سمحتوا افتحوا الطريق حتى زاحوا الكراسي. طب ليش هالحكي وليش هالمضايقات؟ أنا هلأ مباشرة بعتها لسيد سامر زيتاوي، سيد العقيد سامر زيتاوي من مديرية شرطة طول كرم، وذكرته بموضوع الرجل اللي بضل بشحد على الإشارة. هذول القضيتين اللي بتمنى، مع أنه احنا حكينا عنهم، بس بتمنى أنه يرجعوا كمان مرة يتبعوهم. شغلة البريد واللي عقبال البريد، حتى يوم الجمعة الماضي أنا مريت من هذيك المنطقة، يعني المشكلة لسه المشكلة مش بس في القاعدة، بيقلبوها مزبلة بعد ما يقوموا قنان العصير، الكولا، بقايا الأشياء الأرجيل، الأكل بيكونوا مثلا شوكولاتات، إشي كلياته على رصيف متروس بيكون ترس. وأنا بتمنى إنها الشرطة إنها هيك ليوم تفشلنا غلنا وتروح تلملم، إذا طبعا الناس بالحسنة لو سمحتوا قوموا ممنوع تقعدوا هون على هذه المنطقة، هذا رصيف للمشي مش للقعدة والأرجيل والتطقيس، مع احترام وتسميع الحكي والمضايقات.